أكد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بدء تفعيل المستوى الأخضر اعتبارا من منتصف الشهر الجاري، وعليه فقد تم تحديث بعض إجراءات المستوى الأخضر الخاصة بالمساجد ودور العبادة، بحيث يسمح بالصلاة بدون اشتراط إبراز الشعار باللون الأخضر في تطبيق مجتمع واعي بطاقة استيعابية بنسبة 100% ومن دون تباعد، مع الالتزام بلبس الكمام وتفعيل العمل بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية في كافة الأماكن الداخلية، ومنها دور السينما وقاعات المناسبات وحضور الجماهير للفعاليات الرياضية. هذا ويؤكد الفريق الوطني الطبي نجاح الحملة الوطنية للتطعيم وأثرها الإيجابي في تخفيف مضاعفات فيروس كورونا.